ومضوا على هذا النهج ودعوا إلى الإسلام بكل ما يستطيعون. إلا أننا نجد الآن وفي زماننا هذا في هذا الوقت من يغمض العين عن كل هذه المناقب والفضائل ويحاول أن يبحث عن أي شائبة يراه في عينه شائبة ليلصقها بهؤلاء أسلافنا رضي الله عنها. ومن ذلك من يعني ما لا داعي لتكرار اسمه كثيرا، يعني ظهر في قناة قبل أيام وقال ما قال لا داعي لذكره كثيرا، لكن له محاضرة من قبل لما أراد أن يتكلم عن تاريخنا قال: وأما تاريخهم فهو تاريخ دموي يسفك دماء المسلمين، استحلوا دماء المسلمين. ثم بعد ذلك وكنت أستمع المحاضرة وأنتظر هين سفكوا دماء، جيب لنا أمثلة عاد ومصادر وكذا، فإذا بي أفاجأ قال: ومن ذلك ما قاله ابن الأثير. ابن الأثير ذا؟ ابن الأثير هذا واحد منكم أنتم؟ قال ما قاله ابن الأثير أنهم قتلوا عبد الله بن الخباب. عبد الله بن الخباب قال قتلوا عبد الله بن الخباب بن الأرت، يعني تابعي بن الصحابي خباب بن الأرت، قتلوه. ثم وبعدها شيء غير، هات غير، لا وقف عند هذه الحادثة كعند الكلام على دمويتهم أنهم يسفكون الدماء، والشاهد على أنهم يسفكون الدماء أنهم قتلوا عبد الله بن الخباب. لما جينا نبحث عن ذي أولا من ناحية إسنادها ابن الأثير أوردها بلا زمام ولا خطام، لا إسناد لها، ثم أسندها غيره وفي إسنادها ضعيف لا يثق بنقله، ثم بغض النظر عن نقلها قطب الأئمة وهو إمامنا والأدرى بنا ذكر في عقيدة شرح عقيدة التوحيد قال بأن لعله صفحة 70 في 70 يعني من شرح عقيدة التوحيد قال هناك قال: ونحن نبرأ إلى الله تعالى ممن قتل عبد الله بن الخباب. نبرأ إلى الله يعني لسنا من قتله. ثم هات بعد ذلك شيء آخر يعني سفكنا الدماء. لما جينا عاد نحن نقارن ما الذي سفك الدماء، نقرأ كتابا بعنوان تاريخ عنوان المجد في تاريخ نجد فوجدنا عالما من علمائهم الكبار يجند جنودا ويعطيهم الأموال، وذلك الجنود ما يعرفوا حتى يركب الخيول ويعطيهم الخيول، حتى نفسه يقول يركب أحدهم الخيل من صوب يطيح من الصوب الثاني لأن ما يقول ما عهدوا ركوب الخيول، ما كان يعرفوا ركوب الخيول، يقول يركب من جهة ويسقط من جهة الأخرى، وأعطاهم الأموال الطائلة من أجل هذا، وسفكوا دماء المسلمين، وصلوا إلى عمان وسفكوا الدماء وسلبوا الأموال. ومن العجب العجاب العجيب العاجب أن بعض من أبناء عمان الآن هنا جثهنوا قلبه هناك، جثهنا وفواده هناك، عن إيش الرجال نجدي؟ هذا لأنه لا يدري هذا التاريخ الذي يحاول أن ينتمي إليه ويلز نفسه إليه ما هي أوضاعه وأحواله.